اهلا بحضراتكم مجددا مشاهدينا الاعزاء، مستمرين معكم في هذه التغطيه المستمره والمتابعه لحظه بلحظه لجوله الاعاده الانتخاباتي مجلس النواب للمرحله الاولى في 13 محافظه. تجرى هذه الجوله على مدار يومين بين 220 مرشحا يتنافسون على 110 مقاعد بمحافظات لم يحصل فيها المرشحون على الاغلبيه المطلقه، باستثناء طبعا محافظه البحر الاحمر التي حسمت النتيجه من الجوله الاولى. سنتحدث بالتفصيل عن دور مجلس النواب والحياه السياسيه وتقييم هذا النظام الانتخابي الجديد. وينضم الينا في هذا الاستوديو الدكتور حسن سلامه استاذ النظم الانتخابيه. دكتور اهلا وسهلا بك في هذه الجوله. اهلا وسهلا. اسمح لي دكتور نذهب الى عديد من مراسلينا منتشرين في المحافظات ونعود لنبدا هذا النقاش. دعوني في البدايه مشاهدينا الاعزاء ارحب بجميع الزملاء الذين معي في هذه التغطيه، ارحب بالزميل كريم رجب الذي ينضم الي مباشره من محافظه المنيا، وايضا الزميل عوض الغنام من سوهاج، بينا مكرم من بني سويف، محمد عبد العزيز من البحيره الذي استهل معه هذه الجوله. محمد اهلا وسهلا بك في هذه الجوله. اطلعنا على ابرز ما رصدته من ربما أجواء العملية الانتخابية حتى منذ بداية اليوم وحتى الآن، ويبدو أن معك محافظ محافظة البحيرة، يبدو أنك أيضا سوف تجري لقاء معه، تفضل. أهلا يا همام وأهلا بالسادة المشاهدين. أنا الآن ما زلنا مستمرون في متابعة جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب من محافظة البحيرة، وأنا الآن أتواجد من مدرسة معاذ ابن جبل الثانوية بنات، والتي يوجد بها ثلاث لجان فرعية هي 181 182 183. يعني بصورة أكبر يعني المشهد هناك إقبال متزايد من قبل الناخبين وخاصة من الأسرة المصرية، وهناك إقبال من كبار السن والشباب والسيدة البحراوية التي دائما تسطر أروع الأمثلة في جميع الاستحقاقات الانتخابية، حيث حرصت على الحضور بكثافة إلى اللجان الانتخابية وأيضا معها أطفالها الذين أصروا على المشاركة في مثل هذه الاستحقاقات في الانتخابات، جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب محافظة البحيرة. يعني محافظ البحيرة اللواء هشام أمنة كان قد تفقد عدد من اللجان الانتخابية للإطمئنان على سير العملية الانتخابية، حيث قام بتفقد عدد من اللجان بمدينة كوم حمادة للإطمئنان أكثر على سير العملية الانتخابية، وأكد أن انتظام سير العملية الانتخابية وعدم حدوث ما يعكر سير العملية الانتخابية حتى الآن. يعني هناك إجراءات احترازية كبيرة بتتم داخل اللجان، حيث يتم تطهير وتعقيم جميع اللجان من الداخل والخارج. أيضا هناك بوابات لتعقيم الناخبين عند الدخول للإدلاء بأصواتهم. أيضا تم التشديد على عدم دخول أي ناخب دون ارتداء الكمامة، في حالة عدم ارتداء الكمامة يتم يعني منح كمامة للناخب حتى يستطيع الإدلاء بصوته. والآن ينضم إلينا اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، بنرحب بحضرتك على شاشة إكسر نيوز. أهلا يا فندم بحضرتك وبالسادة المشاهدين. حضرتك قمت بعدة جولات ومنها على اللجان الانتخابية لتفقد سير العملية الانتخابية منذ أمس واليوم، يعني ريت حضرتك تطلعنا عن ماذا تم خلال سير العملية الانتخابية وانتظام سير العملية الانتخابية. احنا طبعا مرينا على عدة مدن في محافظة البحيرة، الأمور بتسير الحمد لله بنظام جيد، موفرين مواصلات بتوصل كل المواطنين للجان بأريحية كاملة، تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية لكل اللجان، توفير العملية الإدارية السهلة للسادة المستشارين في الوصول وفي حجم التجهيزات اللي موجوده داخل لجان المحافظه. بنقول ان محافظه البحيره فيها 9 لجان عامه و1296 لجنه فرعيه، كتله كبيره طبعا من اللجان، ولكن في النهايه تم اعداد جيد جدا للعمليه الانتخابيه. يبقى ان الاقبال هو متوسط حتى الان، بنامل ان كل مواطنين محافظه البحيره ينزلوا يمثلوا نفسهم، يختاروا اللي هم عايزينه، ونؤكد على ان المحافظه على مسافه واحده من الجميع، ولكن انزل بنقول لهم انزل قول صوتك وقول كلمتك واختار المرشح اللي هيمثلك في الفترة القادمة، لأن هو ده هيبقى أملك في أنك تحقق اللي أنت عايزه مع الجهاز التنفيذي. وفي النهاية إن شاء الله ربنا يوفق النهاردة وده اليوم الأخير أن الأمور تعدي إن شاء الله بسلام زي امبارح، وما فيش أي مشكلة حتى الآن، وكل اللجان العامة جاهزة ومستعدة لاستقبال صناديق الاقتراع في نهاية اليوم الانتخابي.
المرأة البحراوية دائما تسطر صورة رائعة في جميع الاستحقاقات من محافظة البحيرة، يعني حضرتك كلمة توجهها للمرأة البحراوية والناخبين بصفة عامة. المرأة البحراوية طبعا هي سندنا في كل حاجة أو كل التزام بتعمله المحافظة، هي بتتصدر المشهد هي والشباب على اللجان في محافظة البحيرة، وهي معولين عليها يعني بكل ما لدينا طبعا، وبنراهن عليها إن هي ست عظيمة قدمت للمجتمع رموز وقيادات محترمة في داخل الجمهورية، فإن شاء الله احنا بنتمنى لهم طبعا التوفيق، وبنأمل إن هم نشوف الناس أكتر من كده بس النهاردة في نهاية اليوم الأخير في الانتخابات. اللواء هشام أمنة محافظة البحيرة، بنشكر حضرتك يا فندم وبالتوفيق. متشكر يا فندم. شكرا يا فندم. بهذا نكون قد أجرينا حوار مع اللواء هشام أمنة محافظة البحيرة ونقلنا الصورة حتى نعم. الآن بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب من محافظة البحيرة. نعم عودة إليك همام. سنوال التواصل معك مرة أخرى على مدار الساعة حتى انتهاء اليوم الانتخابي، وربما أيضا الحصر العددي لكافة اللجان الانتخابية في محافظة البحيرة حتى هذه اللحظة. شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المداخلة، والآن نذهب إلى محافظة بني سويف وينضم إلينا من هناك الزميل مينا مكرم مراسلنا في هذه المحافظة. أهلا بك مينا في هذه الجولة الإخبارية، أطلعنا على كيف تسير الأجواء عندك لديك والأمور في هذه المحافظة في محافظة بني سويف، ومدى التزام المواطنين بالإجراءات الصحية والوقائية ضد فيروس كورونا. تفضل. نعم، هي دقائق قليلة تفصلنا عن غلق اللجان أبوابها لفترة الراحة في تمام 3 عصرا حتى 4 عصرا لهذا اليوم الثاني من جولة الإعادة لمحافظة المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب. هذه الساعة التي تفصلنا عن الفترة المسائية التي من بعدها تبدأ اللجان في فتح أبوابها مرة أخرى في تمام 4 عصرا لاستقبال المواطنين حتى 9 مساء للإدلاء بأصواتهم. الأمر المستمر منذ صباح الأمس في تمام 9 صباحا حيث بدأت اللجان في استقبال الوافدين من المواطنين للإدلاء بأصواتهم عبر عملية يسيرة وسهلة في مختلف المراكز، مراكز الاقتراع بمحافظة بني سويف، والتي تبلغ أو التي يبلغ عددها 482 لجنة أو مقرا انتخابيا عاما تتوزع في ربوع محافظة بني سويف، وتحتوي على 682 لجنة فرعية في مختلف هذه المناطق التي تنقسم على 4 دوائر انتخابية نتواجد في إحدى هذه الدوائر، وهذه الدوائر يتنافس بها 16 مرشحا على 8 مقاعد فردية هي نصيب محافظة بني سويف من إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب بفصلها التشريعي المقبل. الاستعدادات والإجراءات الاحترازية تجري على قدم وساق منذ الأمس وحتى اليوم من خلال ممثلي وزارة الصحة الذي يتواجد منذ الصباح لقياس درجة الحرارة لكل الوافدين القادمين للدخول للجان، وأيضا تقديم المواد التعقيمية لتطهير الأيدي من خلال مجموعة من الشباب المتطوعين التابعين لجمعية الهلال الأحمر المصري والمتواجدين أيضا منذ الصباح لتوفير كافة الإسعافات الأولية المختلفة تحسبا لأي ظرف صحي أو طبي طارئ، وأيضا لتقديم كافة التعقيم والتطهير اللازم لكافة المواطنين القادمين قبل الدخول طبعا إلى اللجان، فضلا أيضا عن تقديم الكمامات لمن لا يرتديها والمرور عبر بوابات للتفتيش الذاتي وأيضا للتعقيم الذاتي. هذا يتوازى أيضا مع الاستعدادات والإجراءات الأمنية المشددة المأخوذ بها في مختلف اللجان المنتشرة في محافظة بني سويف من قبل رجال الشرطة وقوى الأمن المختلفة التي تتمركز حول محيط المدارس واللجان ومراكز الاقتراع المتواجدة، فضلا أيضا عن وجود قوى الحماية المدنية بسيارات الإسعاف وتواجد أيضا لسيارات الحماية المدنية من خلال سيارات الإطفاء عفوا التي تتواجد لتقديم أي خدمة تحسبا لأي ظرف طارئ. إذن هذا هو المشهد بشكل عام، ولازالت الأعداد في الإقبال الملحوظ منذ الصباح
وحتى هذه الساعة، واستمرارا طبعا كما ذكرنا حتى الثالثة، ومن ثم من بعدها نعم. تعود أيضا اللجان في فتح أبوابها في تمام الرابعة عصرا. من مكرم من بنو سويف، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل وعلى هذه المدخلة. ونبقى في محافظات الصعيد، وينضم إلينا مباشرة الزميل عوض الغنام من سوهاج. عوض، أهلا وسهلا بك في هذه الجولة. أطلعنا أيضا على أجواء الانتخابات في هذه المحافظة الصعيدية، محافظة سوهاج. نعم همام، شكرا لك ولضيفك الكريم ولكل الزملاء. الآن المشهد رويدا رويدا في سوهاج يتغير. الكتلة التصويتية كما تعلم في سوهاج هي كبيرة للغاية، نحو أكثر من 3 ملايين، ربما هي الكتلة التصويتية الأضخم في قلب صعيد مصر. هذا يعني أن هناك عدد كبير سيمثلون هذه المحافظة المهمة في مجلس نواب القادم 2020. ماذا يعني أيضا؟ يعني بأن الناس هنا لديها أحلام كبيرة، معلقين ذلك على نوابهم في المجلس التشريعي، وإن كان دور النواب بالمعنى الأدق والأحرى هو دور تشريعي، أما الدور التنفيذي هنا الذي تعمل عليه الدولة مثل نقلة نوعية كبيرة لحياة الناس هنا في سوهاج. نتحدث عن 300 مشروع قومي أنجز عمليا وفعليا في وقت قياسي، مليارات صرفت لصالح المواطن السوهاجي الذي نقل أو نقلت حياته بشكل أفضل. مدينة جديدة تسمى سوهاج الجديدة، عشرات الكباري ربطت البر الشرقي بالغربي، مدينة صناعية هي مدينة الكوثر، مشاريع قومية في الصرف الصحي، في المياه، في الشرب، في الأبنية التعليمية الجديدة، المتحف القومي هنا في سوهاج. فبالتالي الناس تتطلع لمزيد، والسلطة التنفيذية حسب مصادر للمحافظة سيكون لها ودوما يكون لها دور تعاون مع ممثلي البرلمان. لذا المعركة مع قرب إصدار استطار عن يومها الأخير تشتد، ولكن بضوابط همام. لماذا بضوابط؟ لعدة أسباب. السبب الأول لأن الأمر هنا الأمن هنا في المشهد الانتخابي حاضر بقوة، كذلك التغيير إنجاز التعبير في المزاج السياسي العام للناس، المسافة الزمنية الكبيرة كل دائرة فغابت وغيبت مع التأثير القبلي والعائلي في كل انتخابات، بعكس الانتخابات التي تكون في الإعادة وفي الانتخابات الفردية. على كل حال 3 ملايين من لهم حق التصويت، أكثر من 1000 لجنة فرعية، 600 مركز انتخابي، الأمور تتم على ما على أفضل ما يكون حتى هذه اللحظة. لا يوجد ما يعكر صف العملية الانتخابية، المتابعة مع غرفة العمليات سواء للمحافظة أو للهيئة أو اللجنة العامة للانتخابات لا يجد عنها جديد سوى سيولة العملية الانتخابية. الملاحظة الأخير أن الكثافة الانتخابية في الريف يبدو أنها حتى هذه اللحظة أكثر من الحضر، وهذا يعني وهذا هو سلوك انتخابي ربما في كافة المحافظات المصرية. هناك سوف كثافة انتخابية نناقشه مع الدكتور حسن في هذا النقاش. على أي حال الزميل عوض الغنام من سوهاج، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل وعلى هذه المدخلة. ونبقى أيضا في الصعيد، وينضم إلينا الزميل كريم رجب من المنيا. أهلا بك كريم، ما الجديد لديك حتى هذه الساعة في محافظة المنيا؟ نعم همام، يعني صدر منذ قليل بيان من غرفة العمليات التابعة لمحافظة المنيا، وأكد هذا البيان انتظام العملية الانتخابية وأنه لم يتم رصد أي خروقات أو أي ما يعوق العملية الانتخابية، وبالتالي هذا البيان صدر من جانب محافظة المنيا. أيضا نفس البيان أو بنفس الصيغة أو المعنى صدر أيضا من اللجنة العامة هنا داخل المحافظة، وأكد على نفس الأمور، وأن العملية الانتخابية أيضا تسير بشكل هادئ وبشكل منتظم. إذن يعني كل الأمور هنا تؤدي إلى سهولة ويسر على الناخب حتى يقوم بالإدلاء بصوته. كافة الأمور اللوجستية متوفرة داخل اللجان وأيضا خارجها، إذا كان هناك من ناخبين من ذوي الاحتياجات الخاصة أو غير ذلك من كبار السن، فكل هذه الأمور متوفرة في خارج اللجان، بالإضافة أيضا إلى تسهيل مهمة هذه الفئة داخل اللجان وتسريع عملية دخولهم للإدلاء بصوتهم حتى لا يكون هناك مشقة أو عناء عليهم من جانب رؤساء اللجان أو حتى من يقوم بالإشراف على العملية الانتخابية، وهم لهم الأولية في الدخول للجان حتى يقوموا بالإدلاء بأصواتهم. في المنيا بشكل عام يوجد نحو 474 مقرا انتخابيا بواقع 1021 لجنة فرعية. جميع هذه المقار الانتخابية تستقبل الناخبين بمختلف فئاتهم ونوعهم، وأيضا فئات العمرية للناخبين هنا متنوعة ما بين الكبار والصغار.
الصغار، وإن كانت القرى هي الأكثر كثافة في العملية التصويتية من المدن نظرا لأن عدد كبير من المرشحين ينتمي للقرى هنا في محافظة المنيا، وأن عدد المرشحين أيضا يبلغ نحو 30 مرشحا يتنافسون على 15 مقعدا، سيتم يعني الحصول على مقاعد البرلمانية من خلال المعركة الشرسة الدائرة خلال جولة العادة، وأنها هي الجولة التي يحسم فيها هذه المقاعد البرلمانية لصالح من يفوز في هذا الماراثون الانتخابي. إذن نحن في انتظار الساعات الأخيرة من هذا اليوم، والتي سيكون لها كلمة الحسم في من سيفوز بهذه المقاعد البرلمانية، خاصة أن الساعات الأخيرة أو النصف الثاني من اليوم هو الذي يشهد كثافات صوتية كما اعتدنا عليه في الاستحقاقات الانتخابية أو الديمقراطية السابقة. إليك همام. سنتابع معك طبعا حتى نهاية هذا اليوم الانتخابي كل التفاصيل المتعلقة بجولة الإعادة للمرحلة الأولى من هذه الانتخابات. الزميل كريم رجب من المنيا، شكرا جزيلا لك، وبدوري أشكر جميع الزملاء الذين كانوا معي في هذه الجولة، عوض الغنام من سوهاج، مينا مكرم من بني سويف، محمد عبد العزيز من البحيرة، وأخيرا كريم رجب من المنيا. شكرا جزيلا لكم على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المعلومات. الآن مشاهدينا الأعزاء نبدأ هذا النقاش مع الدكتور حسن سلامة أستاذ النظم الانتخابية. أهلا بحضرتك دكتور حسن، وأعتذر لك على طول الإطالة والتأخير نظرا لهذا الجولة السريعة مع عدد من مراسلينا. بداية هذا هو اليوم الثاني للجولة الثانية من هذه الانتخابات. ربما تابعت أيضا هذه الجولة وأيضا المرحلة الأولى أو الثانية في الجولة الأولى بشكل عام، قبل أن نتطرق إلى التفاصيل، كيف تقيم حتى الآن مشاركة المصريين في هذه الانتخابات؟ يعني في البداية كده لابد ان احنا نؤكد انه انتخابات 2020 مختلفة عن سوابقها، يعني لها ظروف محيطة بها مختلفة تماما وفيها بيئة مختلفة، وبالتالي ده بينعكس بطبيعة الحال على نسب المشاركة لانه لا نستطيع التعميم منها يعني طبعا. لكن في حدود ما نراه سواء في الجولة الاولى او حتى في جولة الاعادة هي نسب مقبولة. يعني عارف حضرتك يا استاذ همام، هي نسب مقبوله لكنها ليست النسب الماموله، بمعنى ان احنا دايما بنبقى متوقعين ان الناس تبقى نسب مشاركتها اعلى علشان تختار النواب بتوعها او ممثليها بصوره يعني اوسع صوره، لكن هي نسب مقبوله على كل الاحوال تمام. يمكن في الاعاده في المرحله الثانيه هيبان نسب مشاركه اخرى، لكن ما يميز هذه الانتخابات الحقيقه عده سمات. اولا انها زي ما حضرتك تعلم بتتم في ظل ظرف صحي ضاغط بدرجه كبيره جدا، فكره جائحه كورونا وازمه فيروس كورونا، وفكره نسب المشاركه واقبال الناس على اللجان نتيجه الاجراءات الاحترازيه اللي اتخذتها مؤسسات الدوله، ده يعني لابد ان احنا نرفع له القبعه ويعني يشكر ويحمد كثيرا جدا. فنسب المشاركه واقبال الناس رغم وجود هذه الجائحة معناه أن الناس وعيها زاد، معناه أن الناس أصبحت قادرة على أن يكون لها دور مؤثر ولها رأي مؤثر، وتدرك أيضا أن اختيارها سيصل إلى ما تبتغيه. الحاجة الثانية الحقيقة أنه هذا المجلس الحقيقة بيتم بعد إجراء انتخابات مجلس الشيوخ زي ما حضرتك تعلم، يعني بعد غياب عادة الغرفتين للبرلمان المصري. النهاردة لما نيجي نتكلم عن البرلمان المصري بنتكلم عن مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وبالتالي فكرة اختيار نواب ممثلين للشعب هنا تأتي بعد اختيار مجلس الخبراء أو الحكماء اللي هيمثل بقى يعني وجهات النظر والرؤى التي تساعد مجلس النواب في أنه يطلع تشريع يستجيب للاحتياجات المجتمعية. ده أمر في غاية الأهمية لأنه نوعية القضايا اللي احنا بنواجهها النهارده يا استاذ همام مختلفه عن سوابقها. نحن نسير في مسار تنميه بيستدعي بالتاكيد الى الذهن قضايا اكثر اهميه، فكره التنميه المستدامه، فكره التحول الرقمي، فكره الزياده السكانيه وغيرها، وبالتالي تحتاج الى طبيعه خاصه للنائب الذي يختاره النائب. طيب دعنا يا دكتور حسن نتحدث عن النظام الانتخابي، نظام القائمه المغلقه او النظام الفردي. لاي مدى هذين النظامين ما حددهما القانون الانتخابي انعكس على التمثيل للفئات والطبقات في المجتمع، المرأة، ذوي الإعاقة، حتى المصريين في الخارج وغيرهم من الطبقات، لأي مدى كان هذا النظام ممثلا جيدا لهذه الطبقات التي ربما كانت في وقت من الأوقات محرومة أو على الأقل لا تمثل تمثيل جيد في البرلمان؟ طيب يعني بخصوص النظام الانتخابي، هو بيؤثر بطبيعة الحال زي ما حضرتك تفضلت كده على التمثيل وعلى فكرة نسب المشاركة حتى. لأنه مصر لسنوات طويلة كانت تعرف النظام الفردي فقط، فكرة يعني اللقاء المباشر ما بين الناخب وما بين المرشح، وده كان بيعيبه أمور كثيرة الحقيقة يا أستاذ همام، يعني فكرة العصبية العائلية، فكرة الانتماء العاطفي، فكرة أنه أنا خدت يعني رشاوة انتخابية إذا جاز التعبير يعني تمام، علشان أختار شخص معين، إنما ما بختارش دايما الشخص الكف تمام. علشان كده الحقيقة يعني رؤية ان احنا نأخذ بالنظامين، فكرة النظام الفردي لأن الناس متعودة عليه، ففكرة الانتقال إلى نظام آخر مغاير يمكن يواجه بعض العقبات أو العراقيل، وحاجة تانية اللي هي اللي حضرتك أشرت إليه اللي هي فكرة القائمة المغلقة المطلقة تمام.
والحقيقة ده ما نص عليه الدستور. نعم. لأن الدستور الحقيقة ألزمنا بتمثيل عدد من الفئات زي ما حضرتك تفضلت كده، بالنسبة للمرأة، بالنسبة للمسيحيين، بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، المصريين في الخارج وغيرهم، كل دول لابد أن يمثلوا الشباب. داخل والشباب طبعا لابد أن يمثلوا داخل البرلمان. هذا لم يكن ليتحقق أبدا وفق النظام الفردي، لأنك مرتبط بما يعرف الثقافة السياسية الانتخابية. نعم. لما كنا بنشوف شباب بينزلوا كان كتير قوي من الناس تتردد في اختيارهم على أساس أنهم لا يمتلكون الخبرة الكافية. لما كانت المرأة بتنزل نفس الوضع، لما كان المسيحيين بينزلوا نفس الوضع. وبالتالي أنت اخترت هذه الفئات التي لم تكن تحصل على حقها في التمثيل في المجالس النيابية المنتخبة، واخترت لها كمان نظام انتخابي علشان يضمن هذا التمثيل في البرلمان. فقلت مثلا انه مع التعديلات الدستورية المرأة لابد ان تمثل بما لا يقل عن 25%. ليه بقول ما لا يقل يا استاذ همام؟ لان الناس كلها بتقول 25%. لا، هي ما هو اكثر من 25%. اقل من 25% يبقى مجلس النواب غير دستوري. لكن 25 30 40 وهكذا، كل دي نسب مقبوله تم نص عليها الدستور في تعديله الاخير. كذلك الشباب، ويمكن حضرتك شفت الشباب هنا الحقيقه قدموا يعني صوره ايجابيه جدا، سواء على مستوى الترشيح او على مستوى الانتخاب. يعني حضرتك كنت بتشوف طوابير الشباب بيقفوا، وده بيضحك بقى الشائعات اللي بتقول ان الشباب ما عندوش يعني اكتراث وعنده لا مبالاه وما بيهتمش كتير بالامور السياسيه. هذا الكلام غير صحيح. لما بتبقى في فعاليات واحداث بنجد الشباب حاضر بقوه. نسبه الترشيح بقى بالنسبه للشباب عاليه جدا، تمام، سواء بالنسبه للقائمه او حتى بالنسبه للفردي. خلينا اضيف لحضرتك امر مهم قوي. القائمه المغلقه المطلقه ادتنا مساحه كبيره للتنسيق بين عدد من الاحزاب، ودي كانت صوره ايجابيه. احنا شفنا قائمه حزبيه من مجموعه من الاحزاب تترشح، ومجموعه اخرى من الاحزاب تقدم قوائم منافسه. وبالتالي هنا فكره العمل الجماعي، مش فكره الرؤيه الاحاديه، ان الكل يتفق على ان هناك هدفا مشتركا، ولكن قد تتعدد السبل للوصول اليه. ده بيدينا انطباع هذه نقطه هامه دكتور حسن، كنت اود ان اشير اليها. بما اننا ما زلنا نحبو في التجربه الديمقراطيه، في بدايه التجربه الديمقراطيه، فكان لابد لنظام ان يضمن التعدديه الحزبيه، التعدديه السياسيه ممثله داخل البرلمان. ما شاهدناه في سواء تنسيقيه شباب الاحزاب او حتى في القائمه الانتخابيه الموحده وغيرها، ربما يضمن هذه التعدديه الحزبيه التي ربما لا يمكن ان تنتج من انتخابات فرديه مباشره. شوف انا اتفق معك تماما انها بتمثل فرصه، فرصة إيجابية لابد أن يتم انتهازها. فرصة بمعنى إيه؟ أنه الأحزاب الفاعلة، الأحزاب القادرة على أن تقدم كوادر ومرشحين، هي التي انضمت إلى هذا الائتلاف الحزبي، هي التي انضمت إلى القائمة اللي احنا بنتكلم عنها، أو أحزاب أخرى. نعم. تمام؟ كان لها قوائم أخرى. بالضبط، قوائم أخرى. تمام؟ المهم أنه الناس تبقى عندها القدرة يا أستاذ همام أنها تقدم مرشحين. احنا كثيرا ما كنا نشير إلى أنه الأحزاب الحقيقة بعيدة أو في معزل عن الناس، ما عندهاش قدرة أنها تقدم مرشحين، وكان في يعني سباق على أنها تقدم مرشح لما يبقى في انتخابات معينة. لا، النهاردة وجدت أنه هناك أكثر من حزب. بالمناسبة احنا عندنا 104 حزب سياسي، لكن لا نستطيع أن احنا نقول أنه الفعالية واحدة بالنسبة لجميع هذه الأحزاب. الأحزاب التي استطاعت أن تقدم مرشحين لابد أنها تستمر في هذا السياق. أظن أن فكرة القائمة المغلقة المطلقة أعطت لها فرصة إيجابية، أعطت كمان للناس فرصة أنها تبقى بعيدة بقى عن فكرة العصبية وفكرة يعني العلاقة الشخصية، فكرة البرامج أو بين قوسين الأجندة التشريعية. أن هذه القوائم أو حتى المرشحين الأفراد يقدمون برنامجا يتم المحاسبة عليه. الناس بتقيم النهاردة مش بتقيم أشخاص، لا، بتقيم برامج انتخابية. تمام؟ إيه هي القضايا اللي القوائم دي هتتكلم عنها لما تدخل مجلس النواب؟ هل هي محل اهتمام وأولوية من الناخب ولا لا؟ هل هي استطاعت أن تجذب الناخب ولا لا؟ هل هي استخدمت حتى وسائل دعاية جديدة ومستحدثة تواكب حتى التركيب العمري للناخبين؟ لأن حضرتك تعلم أنه عندنا الهرم السكاني أغلبه شباب، وبالتالي علشان تخاطب هؤلاء الشباب تحتاج إلى مستجدات حتى في أساليب الدعاية. وبالتالي يعني عند الحديث عن نقطة الشباب، القانون الانتخابي نص على أن من ضمن شروط الترشيح أن لا يقل عن 25 سنة. ربما في الماضي كان يزيد هذا العمر قليلا عن 25 سنة في مجلس النواب، و 30 سنة لما أعتقد في مجلس الشيوخ. لأي مدى ذلك أيضا الشروط الانتخابية الحديثة ساهمت في زيادة مشاركة الشباب سواء ترشيحا أو حتى تمثيلا داخل البرلمان؟ طبعا طبعا الدولة المصرية استجابت لكثير من المتغيرات اللي حصلت، انه الهرم السكاني زي ما قلت لحضرتك اتغير، وبالتالي لابد ان احنا نفسح المجال الحقيقة للشباب.
حتى رؤية الدولة نفسها فكرة تمكين الشباب قبل حتى ما بنتكلم عن التمثيل داخل البرلمان. انت عند حضرتك رؤية قيادة، وممكن هنا المؤتمرات اللي بتعقد ومنتديات الشباب المختلفة والأكاديمية الوطنية للتدريب اللي بتتولى يعني إعداد هذه الكوادر. أنا بتكلم ليه عن ده؟ لأنه من هذه الكيانات خرج المرشحون. ظهر هؤلاء المرشحون اللي قدروا فعلا يقنعوا الناس. تمام، زي ما حضرتك اشرت كده السن فعلا نزل من 30 ل 25 على اعتبار ان انت تدي فرصه اكبر، لكن بالنسبه للشيوخ المساله اختلفت. تمام، بقت 35. وليه نوضح النقطه دي؟ 25 في النواب هو لغايه سن 35 هو سن الشباب حسب الدستور، اما الشيوخ اللي عدى هذه المرحله يستطيع ان يكمل حياته السياسيه اذا رغب في مساله الشيوخ او يترشح على مقعد غير مقاعد الشباب. يعني المجال هنا مفتوح يا استاذ زمام ما بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ، متاح للكل كافه الاعمار، ولكن مع التركيز على فئه الشباب. وليه فئه الشباب؟ لانه دائما فئه الشباب عفوا تملك الطموح، تملك القدره على التغيير، تملك التفكير، تملك حتى استحداث موضوعات وقضايا بتواكب العصر. كل ده انت عايز تعمله الحقيقه لانك عندك رؤيه بتقول دوله عصريه، دوله شابه تستطيع ان تستثمر ثروتها وثروه الامه المصريه في شبابها. انت حدثت عن طريقه اختيار المرشحين، ولابد ان تكون بحسب القائمه على البرامج الانتخابيه على الاجنده التشريعيه وليس بناء على الخدمات التي يقدمها المرشح او عضو مجلس النواب للمجتمع المحلي الذي انتخبه عضوا ومرشحا داخل مجلس النواب. كيف يمكن لنا كمجتمع كعقل جمعي في المجتمع أن نغير هذه الثقافة المتأصلة والمتجذرة التي ربما اعتادت على اختيار المرشحين بناء على الخدمات والمصالح الشخصية أو حتى المجتمعية المحلية الضيقة وليس الأجندة التشريعية وليس البرامج السياسية؟ طيب أنا بشكرك أولا على هذا السؤال، لأنه سؤال بيصب في يعني عمق العملية الانتخابية في مصر. موروث أنه أنت كنت بتختار النائب بتاعك على أساس فكرة الخدمات، هو هيقدم لي إيه؟ تمام، فكره المصالح الضيقه. اولا هذه المساله لن تتغير بين يوم وليله، لازم نبقى يعني واضحين، لكن هتتغير بالتدريج. التدريج ده لابد ان يواكبه ما نسميه بالاجراءات. ايه هي الاجراءات؟ اولا لابد ان يكون هناك دورات دائمه للتوعيه ورفع وعي الناس بانه وظيفه النائب ثلاث حاجات: تمثيل الناس، التشريع، ان يضع تشريعا للجميع، ان يراقب الحكومه، مش انه يقدم خدمات مباشره للناخبين اللي اختاروه. وانه هذه الوظيفه اللي هي فكره الخدمات المباشره او الرقابه عليها هي مسؤوليه كيانات اخرى اللي هي المحليات او المجالس المحليه. الاجراء الثاني ان احنا نسرع الحقيقه باجراء انتخابات المحليات اللي هيبقى فيها للشباب من سن 21 سنه دور كبير جدا. هنا بقى هتتضح الصوره بالنسبه للناخب، هيتضح الادوار بالنسبه للنائب في البرلمان بغرفتي شيوخ والنواب، والنائب حتى اذا جاز التعبير في عضو المجلس المحلي المنتخب الذي يتولى الرقابه على الخدمات المباشره الحياتيه بالنسبه للناس. من خلال مشروع قومي للتوعيه السياسيه الحقيقه يا استاذ همام احنا نقدر نرفع هذا الوعي ونقدر نغير جزئيا هذه الثقافه، لكن هتظل موجوده وهيظل استغلال الناس حتى للعلاقات الشخصيه والعلاقات القرابيه وحتى للظروف الاقتصاديه مش موجود في مصر بس، ده موجود في مصر والعديد من دول العالم، لكن المهم ان نسبته تقل ويبقى الاختيار على اساس موضوعي. هذا الاساس الموضوعي هو فكره الكفاءه، أن الشخص الكفء هو الذي يصح أن يوضع في مكانه المناسب. لكن على الأقل نحن بدأنا في خطوات طبعاً لتغيير هذه الثقافة من خلال حتى النظم الانتخابية التي تغيرت وأصبحت بشكل أساسي تعتمد على القائمة بدلا من النظام الانتخابي المباشر. ربما مراسلين في الشارع وفي المحافظات المختلفة أشاروا إلى نقطة هامة، وهي أن كثافة التصويت في الريف مختلفة وتتباين وهي أعلى وأكثر من كثافة التصويت في المدن. هل يمكن أن نربط بين ذلك وبين اللي احنا كنا حضرتك بتتكلم فيه ما يتعلق بالنظام الانتخابي الفردي والمصالح المباشرة والأجندة التشريعية وخلافه؟ طبعا طبعا. بص يعني برضو موروث ثقافي أنه كان الريف أكثر، ولكن الظروف اختلفت. قبل كده كان الريف بيروح علشان يختار ابن العيلة تمام أو القريب، لا النهاردة الريف أصبح وعيه كبير جدا بانه يختار الشخص الكف. ما بقولش انه المساله تحولت ل 100%، لكن على الاقل 70 80% حصل هذا التغيير الايجابي. المدن يمكن المساله بتظهر بعد الظهر، لانه فتره الصبح دايما الناس بيبقى عندها انشغالات كثيره، وهنا يحمد الحقيقه الهيئه الوطنيه للانتخابات انها مدت ساعات التصويت لغايه 9 مساء، واصبح حتى حضرتك بتشهد انه في اللحظات الاخيره قبل الاغلاق، احنا بتوع اللحظه الاخيره، يعني الناس بتروح دايما في فتره قبل الاغلاق علشان يدلي بصوته تمام، انشغل طول النهار، لكن
المهم ان هو يروح، ده شيء ايجابي الحقيقه، لابد ان احنا نحييه. ما نقولش انت اتاخرت ليه، لا، لانه المره اللي جايه مش هيروح لوحده، هيروح مع اسرته ومعاه ابنائه، تمام، مع اصدقائه، هيروح في وقت مبكر، هيختار بصوره افضل. خلي بال حضرتك من حاجه يا استاذ همام، ان دايما الناس بتنظر للعمليه الانتخابيه سواء في مصر او في غيرها على انها العمليه الانتخابيه الوحيده، لا قبلها ولا بعدها، لا، دي لا هي اول انتخابات ولا هي اخر انتخابات بالظبط. تتكلم على سياق بيئه وعلى انتخابات مستمره، هيحصل بعد 5 سنوات انتخابات اخرى. من يخطئ الان في الاختيار يمكن ان يصحح اختياره، من اجاد الان في الاختيار ده هنا وحدث بالفعل في المرحله الاولى. نعم بالظبط كده. حضرتك شفت يمكن وجوه برلمانيه ورموز برلمانيه كثيره لم تحصل على المقعد للمره الثانيه، تمام. ده يخلينا نتكلم عن نقطه في غايه الاهميه، انه ليس مطلوبا من الناخب يا استاذ همام، وده يمكن بوجهه حتى للساده المشاهدين، ليس مطلوبا من حضرتك ان انت بس تحط صوتك جوه الصندوق، لا، دي مهمه ابتدت ان حضرتك حطيت صوتك جوه الصندوق، ولا بد ان تتابع النائب الذي اخترته وتتابع اداؤه، لانه بعد 5 سنوات هيبقى مطلوب من حضرتك اما اعاده اختياره او اختيار شخص اخر. طيب انت تحدثت عن ان مجلس النواب له ادوار 3 من بينها الرقابه والتشريع وتمثيل الثالث هو تمثيل المواطنين داخل البرلمان وداخل مجلس النواب. كيف تقيم أداء المجلس النواب خلال 5 سنوات الماضية، المجلس النواب في الحالي الذي لم ينتهي مدته بعد، ويمكن أن نتوقع دور مجلس النواب خلال المرحلة القادمة والتحديات التي يمكن أن يواجهها المجلس؟ شوف، إذا كان يعني مجلس النواب يعني المنتهي حتنتهي يعني فترته في 5 سنوات، أعتقد أنه أدى الدور في حدود الظروف التي مر بها، وأدى دورا إيجابيا. اختلفت والتحديات اختلفت طبعا، أدى ظرفا، أدى دورا إيجابيا في ظل الظروف اللي هو فيها، وتناول العديد من القضايا المهمة في توقيته. أعتقد أنه البرلمان الجديد هيبقى قدامه تحديات كثيرة، يمكن أهم هذه التحديات فكرة التنسيق بينه وبين مجلس الشيوخ، لأنه أنت النهاردة عندك غرفتين، تمام، الأدوار لازم تبقى واضحة وتبقى يعني متناسقة مع بعضها، تمام. مجلس الشيوخ هيؤدي دوره، تمام، في أنه هو يعني يقدم الخبرة، يقدم وجهة النظر، يقدم البدائل المختلفة التي يستعان بها عند صدور التشريع، لكن المسؤولية السياسية وفكرة التشريع هتبقى تناط بمجلس النواب. هنا التمثيل الشعبي أكتر طبعا في مجلس النواب، لأنه حضرتك تعلم مجلس الشيوخ 300 الأعضاء، 100 جم بالفردي و100 جم بالقائمة المغلقة المطلقة و100 بالتعيين من السيد رئيس الجمهورية. أما بالنسبة لمجلس النواب 596 منهم فقط 28 معينين والباقي منتخبين، وبالتالي التمثيل الشعبي أوسع، وده مسببات أنه التشريع والرقابة هتبقى مناطة بهذا المجلس. فكرة التنسيق بين المجلسين مهم، ليست سهلة الحقيقة يا أستاذ همام، لكن أنا أثق الحقيقة في أنه سواء الشيوخ من الخبرات اللي موجودين في مجلس الشيوخ أو حتى يعني النواب الجدد في البرلمان يعني هيقدروا يصلوا إلى حلول وسط فيما يتعلق بقضايا المواطن. وإن هنا مسألة مهمة جدا، زي ما قلت لحضرتك إحنا عندنا تفاعل جديد داخل مجلس النواب، لأنه المرشحين من الشباب هيعكسوا روح الشباب دي على فكرة التفاعل حول القضايا، حول الحلول التي تطرح للقضايا، حول سرعة إنجاز القضايا. وده النقطة الثانية، أنه مجلس النواب اللي هتنتهي مدته الحقيقة كان هيقع عليه عبء ثقيل جدا في أنه يدرس كل الموضوعات وبعدين يشرع، عشان كده كانت كتير من التشريعات بتتأخر. النهاردة توزيع الأدوار ده هيخلي التشريعات تصدر بصورة أسرع كثيرا، لأنه هيبقى فيه مجلس يقع عليه عبء الدراسة بصورة موضوعية وواضحة، بصورة منزهة عن أي غرض. خلي بال حضرتك، لأنه هنا ما فيهوش بقى فكرة الحزبية، فكرة المصالح الشخصية، لكن مجلس النواب قد يكون فيه هذا الأمر، لأنه ده تمثيل شعبي، تمام، وينقل هذه الرؤى لمجلس النواب الذي يستعين بها في صدور تشريع. دايما بنسميه تشريع ايه؟ تشريع ديمقراطي، تشريع كفء، تشريع مرن. تشريع ديمقراطي لأنه جه من الناس اللي اختارهم المواطنين بأنفسهم. تشريع كفء يعني يعالج مختلف أبعاد القضية اللي الناس بتعاني منها، ما بيتكلمش عن دايرة بعينها، لا، بيتكلم عن الجمهورية كلها. مرن يعني قابل للأخذ والرد، قابل للتعديل، قابل للاستجابة، حتى لو الناس ما استجابتش له ممكن نعدل فيه. شفنا ده في قوانين أخيرة، قانون الاستثمار وقوانين مختلفة بالظبط. فكرة المرونة في التعديلات هنا ده شيء إيجابي، ده من بين ما يسمى حوكمة البرلمان أو حوكمة العملية الانتخابية ككل. دكتور حسن، دائما ما يقال أن النظم السياسية في العالم حتى وإن بدت متشابهة بشكل عام يعني، لكن هي في قلب هذه النظم تبدو مختلفة نظرا لخصوصية كل دولة، نظرا للشعوب المختلفة، طبيعة هذه الشعوب، الثقافة السائدة في هذه الشعوب. نحن كما قلت أنا في البداية، نحن نبدأ في تجربة ديمقراطية حديثة ووليدة، ملامح هذه التجربة برأيك؟ شوف، مصر عرفت التجارب الديمقراطية على فترات زمنية طويلة، لكن اللي كان بيحصل إيه؟ كان بيحصل انقطاع، إنه التجربة لا تستمر. إحنا النهاردة ما يميز هذه التجربة أنها تجربة مستمرة، بدأت من بعد 30 يونيو وفيها خطوات واضحة
وفيها رؤية وفيها هدف أنت عايز توصله. الهدف اللي أنت عايز توصله ده أن أنت تغير ثقافة الناس في أنه الانتخاب يصبح على أساس موضوعي كفء، وده تحقق بنسبة كبيرة. تمام. هدفه أنك تقول أن أنا أستفيد من كل الثروات اللي موجودة وعلى رأسها الشباب، وده تحقق بالفعل في صورة تمكين الشباب. هدفه أن حضرتك تعطي الفئات التي لم تكن تحصل على حقها زي المرأة دورها، وده تحقق من خلال التعديلات الدستورية، سواء بقى تمثيل المرأة في البرلمان أو حتى في السلطة التنفيذية. النهاردة بتشوف حضرتك المرأة وصلت إلى أعلى المناصب، حتى في القضاء وصلت إلى مناصب وبالتالي حصلت على حقوقها. هدفه أن حضرتك تهتم كمان في التجربة الديمقراطية، ودي نقطة الحقيقة ناس تغفلها كثيرا يا أستاذ همام، أنه دائما ينظر إلى الحقوق السياسية للمواطن. لا، الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي تنظر إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. خلي بال حضرتك، تنظر إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فكرة التمكين الاقتصادي للمرأة، فكرة الحماية الاجتماعية، فكرة المبادرات الرئاسية، كل ده صورة إيجابية لنظام سياسي مصري مختلف عما عداه. لأنه كثيرا جدا ما يتم توظيف الحقوق السياسية توظيفات للتدخل في شؤون الدول، وحضرتك تعلم هذا الكلام، تحت مسمى حقوق الإنسان. لا، مصر تقدم تجربة مختلفة تماما، تعيد قراءة هذا المفهوم كله لصالح الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. ليه؟ لأن ممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية هو اللي يخلي حضرتك تقدر تمارس الحقوق السياسية والمدنية. لما تبقى حاصل على الحد الأدنى من التعليم والصحة وغيرها، تستطيع أن حضرتك تروح تدلي وتشارك في العملية الانتخابية وأنت مقتنع بأن هذه المشاركة سوف تحدث أثرا. وبالتالي لابد أن احنا نحيي القيادة المصرية في رؤيتها في التركيز على هذا الجانب، لأنه يفضي إلى جوانب أخرى. خير مثال وخير دليل على ما تحدثت عنه دكتور حسن في محافظات الصعيد بحسب التقارير الأولية التي جاءت من أماكن الرصد، الاستجابة أعلى، الاستجابة أعلى، التفاعل أعلى، المشاركة أعلى. ليه؟ هقول لحضرتك يا استاذ همام، لانه حتى المبادرات الرئاسيه والقرى الاكثر احتياجا ومبادره حياه كريمه وغيرها من المبادرات الرئاسيه، حتى المبادرات الصحيه كلها الحقيقه تمام كانت ايجابيه لصالح المواطن في هذه المناطق، وبالتالي شعر بان الدوله تهتم به، وشعر بان عليه واجبا لابد ان يؤديه، مش بس حق ممكن يتخلى عنه في لحظه من اللحظات، لا، ده اصبح النهارده المشاركه واجب على المواطن طالما انه يحصل على حقوقه الاقتصاديه والاجتماعيه. وربما هذه المشروعات، هذه المبادرات، هذه الفعاليات، هذه الخدمات التي تصل إلى المواطن، الدولة تتعامل بمبدأ بمنطلق الدولة وليس النظام السياسي وليس نظام الحكومة، وبالتالي عندما يشارك الناخب في هذه الانتخابات هو يختار مرشحه الذي يعني ليس بالضرورة أن يكون مثل الحكومة. رؤية الدولة بالزبط. رؤية الدولة ما هيش رؤية نظام، أنت بتكلم على رؤية الدولة مستمرة، علشان كده أنت تتحدث عن مؤسسية النظام السياسي المصري. تمام. الرئيس السيسي حين يتحدث ويتحدث عن مؤسسات، وحين يدعو المواطنين إلى المشاركة لكي تصبح هناك سلطة تشريعية، هو يأمل أن تكون هناك مؤسسة تدرك أدوارها وتدرك وظائفها. عشان كده المسؤولية قلت لحضرتك تقع على الناخب في اختيار النواب الأكفاء، النواب اللي فعلا يحولوا هذه السلطة إلى سلطة مؤسسية تستطيع أن تؤدي أدوارها. دي رؤية الدولة تمام تستمر وتستمر لسنوات إذا المواطن اقتنع بالفعل أنه دوره مؤثر. وبالتالي المواطن الآن، الناخب المصري الآن بدأ حتى يواكب هذه التطورات الجارية والحاصلة في مؤسسات الدولة في البناء التشريعي والبناء الاقتصادي والبناء السياسي. ربما كنا نخشى قبل ذلك المشاركة بفعالية وبإيجابية وبشكل كثيف في الانتخابات، مع تطور الحياة السياسية والحياة الاقتصادية ونمو التجربة الديمقراطية في مصر بدأنا الآن نلاحظ أن هناك تفاعل حتى من قبل المواطنين. أنا عايز أقول لحضرتك وتواكب هذه التجربة، أشرت إلى نقطة مهمة جدا، أنه إذا كان هناك حقوق يمارسها المواطن لابد أن يدرك كيف يمارس هذه الحقوق. هي دي المرحلة اللي احنا قدرنا نصل إليها، إنه الناس عرفت حقوقها وأصبح لديها وعي زايد جدا وثقة، لكن في نفس الوقت بقت عارفة كيف تمارس هذه الحقوق، ما بقتش خايف إن الناس تمارس الحق بشكل مغلوط. لا، النهاردة أصبح إدراك الناس مزدوج، إدراكهم بأن لهم حقا وإنه هذا الحق يمارس بالشكل المنضبط المؤسسي، إن عندك قنوات تستطيع إن أنت تمارس من خلالها هذه الحقوق. النهاردة عندك فعالية انتخابية، روح مارس حقك وقول رأيك زي ما أنت عايز. حتى النهاردة معلش أنا آسف، حتى الإعلام تمام أدى دورا إيجابيا، لأنه النهاردة بيقول إيه؟ انزل وشارك، ما بيقولش انزل شارك واختار فلان. تمام. لأنه بيؤدي دوره الموضوعي. الكل اختلف، البيئة تماما تغيرت يا أستاذ زمام. أنت تتحدث عن مستجدات مختلفة تماما فيما يتعلق بالسلطات الثلاثة في الدولة، التشريعية والتنفيذية والقضائية. الأداء مختلف، الأداء يتابع من الداخل والأداء يتابع من الخارج. بخصوص الخارج، كيف طبعاً.
تابعت وقرأت اهتمام وسائل الإعلام الدولية بمتابعة هذه الانتخابات وحتى منظمات الحقوقية منظمات المجتمع المدني التي تراقب الدولية حتى التي تراقب هذه الانتخابات والتقارير التي وردت في المرحلة الأولى والثانية من هذه الانتخابات في الجولة الأولى، وأشادت ربما بحرص الدولة المصرية على إقامة هذه الانتخابات برغم الظرف ظرف كورونا والتحديات التي تواجه. شوف كل التقارير اللي انا تابعتها الحقيقه سواء التقارير الصحفيه او حتى التقارير المتابعه اللي قدمت من يعني المنظمات الاجنبيه اللي تابعت العمليه الانتخابيه في مراحلها المختلفه بتكشف عن حقيقه مهمه قوي، ان احنا يعني نتابع هذه الاجراءات بشفافيه عاليه بصوره مباشره، احنا ما عندناش حاجه بنخبيها، وبالتالي الامور كلها واضحه بالنسبه لمن يتابع. تمام، الحقيقه الكل حتى من رصد بعض التجاوزات، وده وارد انه يحصل، كانت تجاوزات فرديه وليست سياسه ممنهجه، لا تؤثر حتى في شفافيه العمليه الانتخابيه ذاتها، وبالتالي دي كانت شهاده، مش احنا طبعا مش منتظرين شهاده من الخارج، لكن هي تاكيد على وثوق الشعب المصري حتى في نفسه، ووثوق القياده حتى في اجراءاتها التي اتخذتها، هو تاكيد على انه العمليه الانتخابيه جميعها تسير بصوره شفافه، ليس ادل على ذلك الحقيقه من انك بتشوف اللجان ما هي متاحه في الاعلام، كله بينقل حتى مباشر، الناس بتروح وبتختار، الهيئه الوطنيه للانتخابات بتعلن حتى الارقام ونسب المشاركه بصوره مباشره، تمام؟ يعني واضحة جدا للكل، أعتقد أنها شهادة إيجابية بالنسبة للدولة المصرية، خصوصا زي ما قلت أنه هذا الظرف الضاغط الصحي المرتبط بأزمة فيروس كورونا أثبت أنها شهادة نجاح للدولة المصرية أن تقيم مثل هذه الفعالية، وحتى الدولة استطاعت أن تتغلب على الموروثات السابقة ربما في أوقات انتخابية سابقة قبل 2011 وفي عقود سابقة كنا نعاني ربما من تدخلات بعض الحكومات في النظم الانتخابية وفي العملية الانتخابية، والآن أصبح لدى المواطن ثقة من أن صوته الذي يضعه في صندوق الانتخابات يعني يذهب إلى من يريد. أصبح تابع الزمن الماضي بالضبط، يعني أنا كنت أشير إلى هذه الثقة التي منحتها الدولة والتي بحكم التجربة الانتخابات السابقة سواء هناك قدر من الثقة السياسية بالزبط. المتبادلة ما بين المواطن وما بين الحكومة يا أستاذ، وده بينعكس تدريجيا في نسب المشاركة، هو يثق بأنه دوره اللي هيأديه وصوته اللي هيحطه هيصل إلى المرشح الذي يختار. الدكتور حسن سلامة أستاذ النظم الانتخابية، شكرا جزيلا لحضرتك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المتخلفة وعلى وجودك معنا في إكسترا نيوز. مشاهدينا الأعزاء، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية من الآن، لكن نحن مستمرون في هذه التغطية المستمرة على مدار الساعة وحتى صدور هذه النتائج أو حتى على الأقل الحصر العددي لجميع المحافظات التي تجرى فيها الجولة الثانية من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020. بعد قليل يلتقيكم زميل آخر في هذه التغطية المفتوحة، إلى اللقاء.